مرت حلب بأزمة طويلة كبيرة تعانت منها عالمياً انعرفت. فهي الأزمة لازم نعرفها بشكل توعوي يعرفوه الأطفال كلهم بشكل عام. الطفل عانى الأزمة بس ما عرف تفاصيلها. هاي التفاصيل لازم نصور له إياها بشيء يستوعبه الطفل. فكان هذا التفصيل هو نوع من الحيوانات. مين هنن؟ إيش عملوا؟ مين هنن اللي أثروا؟ مين اللي تأثر؟ هلأ عودة الأصدقاء هو نص يتكلم عن مفاهيم حب الأصدقاء إلى وطن إلى أرض. في رسائل كتيرة منوجهها للطفل وللأسرة. الرسائل ما من حبنا لبعضنا، حبنا تمسكنا في الأرض، عدم السماع للأغراب، التدخل بشؤوننا الخاصة، محاربة الغريب. صحيح إنه هن أطفال، ولكن الأكبر شريحة في مجتمعنا السوري في هي الفترة بالذات لازم نوصل لهم دائما الرسالة في طريقة جدا سليمة، في طريقة جدا حساسة، لأنه مسرح الطفل صعب جدا. يعني نحن بنقول أحيانا بنستسهل بنقول إنه مسرح الطفل هو سهل، لا، ولكن أنت كممثل من الصعب جدا أنك توصل لهي العقلية، عقلية الطفل. الفكرة اللي حبيناها نوصلها للأطفال هي فكرة إنه قدمك، يعني قد ما صار نحن بنبقى أصدقاء، وفقنا لبعضنا، وفقنا لأرضنا. يعني عم نحاول نوصل فكرة حلوة للطفل بطريقة حلوة ظريفة بالأغاني الظريفة اللي حيطينا. أنا شخص طالع، شخص المغرور اللي ما بحب رفقاته، اللي هو آخر شيء بضحك عليه سعلوب مشان حفلة من المال، هي الفراطة، ببيع المزرعة الوطن أصدقائه بيروح، وآخر شيء بنسجن هو ورفقاته، بيطلع آخر شيء كله مكر خداع الثعلب. وهذا طبعا اللي شفناه ببداية الأزمة، الإعلام المغرض اللي حاربنا، وسائل التواصل الاجتماعي، ما ضل دولة في العالم، والحمد لله رب العالمين، لا يصح إلا صحيح. تفاجأوا إنه هن محطوطين بهذا الخطأ اللي هن مشوا على أساسه إنه هن بدهم يعملوا شيء حلو بالنسبة لإلهم. بيجي بعدين الحطاب وبيجي الكلب بيساعدوا الأصدقاء، وبصير في عودة الأصدقاء، وبيكتشفوا أنه هذا الشيء اللي كانوا عم بيعملوه هو غلط. طبع ضربة نفع، وأنه الإنسان ما يأمن للثعلب المكار. لازم الواحد ما يأمن للثعلب المكار وما ينسى صداقه. نوع عدم إسراف المياه، لأن المياه هي الحياة، وما نهجر بلدنا لأن هي بلدنا وحبيبتنا، وما نسمع كلام حدا غريب، وما نخضع حدا.